ميلاد اليسار 20 سنة وهو شبه عاقل، كشف استدلال الشيء المسافرين والسيد المحلي الى ولكن لك الخدام وما والميلاد ديال الليل المحلي والارصدة المالية ديال المستوردين ديال جهة الشرق كلشي كان تحت الجهة المالية، وبالتالي هاد القرار اللي تاخذ مجلس الجهة وقرار دموي ولكن في نفس الوقت هو قرار سيادي سياسي وسيادي، وهذا القرار في اجماع ديال جميع المتدخلين في المجال ديال خاصة ديال الاستيراد والصيادة. ثانيا اللي خصنا نستمعوا ليه ماشي الشعب، نستمعوا للمعاناة المستوردين المعاناة ديالهم مع الميناء الديادية والمعاناة ديالهم مع الميناء ديال الضرائب. الجحيم ديال اللي كانوا كيعانيو هاد المستوردين وهاد رؤوس الاموال اللي كان 20 سنة كنا غادي نستافدوا من المساهمة ديالهم في الاقتصاد الجهوي من اجل توفير مناصب ديال الشغل. كذلك هذا الى دابا الاتفاقية الأولى والتصلة الاتفاقية الأولى فيها اتفاقية قابلة للتجديد، ولكن نفترض جدلا فتحنا اتفاقية جديدة أنا ممكن دابا نتصل 100% باغي تجد حتى شي شركة باغي تجد التعامل معها وغادي نرجعو لبيت الجمهور على مستوى فيها قليل الصحة. هاد الشركة ما غاديش نتقص سميتها واخا كاينة فلاتور، ولكن على الأقل هاد الشركة غامرت معنا ولمسنا فيها الروح الوطنية والروح ديال التنمية ديال الجهة، وبالتالي تجديد الاتفاقية أنا كنظن بأنها أمر ضروري ومهم علما أنه مازال ما وصلناش الأرقام اللي بغيناها في كونترات الاستيراد، وبالتالي مجلس الجهة والذكاء على كامل خصنا نديرو مجهود كبير باش نرجعو المستوردين اللي يمتلي الجهة الشرق باش نرجعوهم يديرو الثقة في العمل اللي كنديرو باش يكون الأرقام يزايدو إن شاء الله أكثر أكثر من اللي غادي يكون أكثر الأرقام. هذا غادي يجعل جميع الشركات الدولية غادي تسمع في المياه ديال الاقتصاد وغادي تجي وهي اللي غادي تطلب باش نديرو الصفقة ونديرو اتفاقية أخرى. شكرا.